السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبأتم صحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل التورتاية الجميلة ديت بإمكانيات بسيطة جدا. شايفين جمالها يا جماعة؟ حلوة قوي قوي قوي. قلنا بقى نغير كده ونعملها بالصوص الأبيض المرة دي، أو بالكريم شانتيه الأبيض من غير مقدمات. نشوف هنعمل ايه. هنا معانا كده 3 بيضات، ماشي، انا فصلاهم فصل البياض عن الصفار، ومعايا لبن ومعايا سكر ومعايا دقيق، كوبايه دقيق واحده، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه لبن، ربع كوبايه ميه، بشره ليمونه، رشه ملح، ربع كوبايه زيت، ومعايا معلقه خل كبيره، وطبعا بيكنج باودر. طبعا اهم حاجه لازم المحسن، طبعا مهم جدا. جبت هنا البياض حبايبي، طبعا انا فصلاهم. هقول لكم بقى انا هعمل التورتايه دي ازاي. هي دي تورتايه اسفنجيه، اللي هو الكيك الاسفنجي، بس انا ما عملتوش مره واحده على بعضه، تمام؟ بدل ما تعملي كيكة يكلفك 10 بيضات او 12 بيضة او 15 بيضة وليكن، يعني انا بقى استخدمت هنا قسمت البلد نصين، عملت كل كيكة على 3 بيضات، يعني استخدمت 6 بيضات فقط، عملت الكيكة الواحدة على 3 بيضات بس. هتشوفوا دلوقتي معايا. انا دلوقتي هنا عملت البياض كده وعملت كده ونزلت عليه معلقة الخل وضربته كده وعمل فوم وركنته على جنب. هشتغل بقى في الصفار، تمام؟ هنزل ببشرة الليمونة كده أو بشرة برتقان اللي متوفر عندك، تمام، حلو جدا. هنزل بربع ربع كوباية الزيت وهضرب كويس جدا، وهنزل بالسكر تدريجيا كده على 3 مرات لحد ما ايه، ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، وانزل باللبن برضو كل حاجة تدريجيا. الكيكة دي حساسة جدا، هنزل بربع كوباية اللبن كده تدريجيا وافضل اقلب اقلب اضرب. طبعا هنا انا مش هستخدم المضرب، هنزل هنا بكوباية الدقيق، طبعا معلقة او معلقة ونص محسن كيك بيكنج باودر ورشة ملح، هقلب كله مع بعضه كده في البولة هنا، وهنزل بيهم على الخليط، هقلب الخليط تاني مع بعض كده. هنا في اللحظة دي انا مش هستخدم المضرب الكهربائي. ليه بقى؟ لان ممكن العجين يلف معايا ويبقى عامل زي العيش كده ويتقل. انا حابة كده خليه حساس كده، يعني عشان الكيكة دي حساسة جدا، فحابه ان انا اقلبه بالسباتيولا كده او بالمضرب اليدوي عادي خالص، تمام. هنزل كده بالكل اللي انا عملته كده على البياض، وهقلب من فوق لتحت، من فوق لتحت كده وعلى الهادي خالص، علشان زي ما قلت لكم دي حساسه. هو باين عندكم ان انا بقلب بسرعه، بس انا مسرعه الفيديو، لكن انا بقلب بالراحه خالص ومن تحت لفوق كده، وقلبي وتاكدي ان الصفار مع اتخلط مع الدقيق وكل الكلام ده. طبعا اغلبيه بيوتنا الكيكه دي عايزه الكيكه الصينيه اللي هي 20 سنتي، اللي هي اصلا بتتباع للتورت عامه، مخصصه للتورته ديت، فطبعا اغلبيه بيوتنا مش موجوده فيها. فانا استخدمت بقى الصينيه دي جرانيت كده، هي برضو مقاس 22، حلوه قوي ومناسبه قوي يعني، ويا دوبك يعني حلوه قوي، تمام كده. دلوقتي هدخلها الفرن، خبطيها كويس قوي كده علشان الهواء يطلع منها، الفقاعات اللي بانت ديت يعتبر كده الهواء طلع منها. هنا بقى معايا ربع كيلو كريم شانتيه ونص كوباية سكر ومعايا لبن. أول حاجة نزلت بكوباية اللبن، الربع كيلو خد مني 2 كوباية لبن بالظبط. هنا نزلت بنص نص الكوباية التانية، ونزلت أنا بنص تاني برضو بس ما كنتش بصوره، يعني الربع كيلو خد مني 2 كوباية لبن مع نص كوباية سكر. وفضلي اضربي لحد ما القوام اللي انت عايزاه يجيلك. أنا فضلت أضرب أضرب بصراحة لحد ما يعني زاد معايا، ولحد ما خليت القوام بتاعي كده تقيل. انا ما بحبوش خفيف، بحبه تقيل علشان يمسك في التورته وكمان تدي له حقه كده في الضرب. ومش شرط خالص زي ما قلت لكم قبل كده ان اللبن او الميه بتاعتك يكون متلجه، عادي جدا. ومش شرط برضو انت تعمليه بلبن، ممكن تعمليه بميه بس، برضو على حسب الامكانيات المتوفره في مطبخك. انا هنا عملته باللبن لان انا عايزاه كده ايه، يعني تورته كده ايه متكامله كده، وتشرفني يعني قدام ايه، قدام جوزي يعني وكده. فانا عملته هنا باللبن، انت عايزه تضربيه بالميه مفيش مشكله، عايزه برضو قوام احسن واعلى برضو اعملي ميه مثلجه او لبن مثلج، بس انا مكنش عندي وقت فعملته باللبن كده او بالميه كده. انا هنا مستخدمه لبن، تمام كده. طبعا دلوقتي انا هدخله على الفريزر بعد القوام اللي انا خدته دوت. نيجي بقى هنا للكيك بتاعنا، دي اول كيكه، اول كيكه انا عملتها، تمام. انا كده جيت قسمتها بالراحه خالص اهو، قسمتها على 2،
كده اصبح معايا 4 طنساس. ال4 طنساس دول انا هحطهم فوق بعضيهم وهتبقى ان شاء الله احلى كيكاية. البخاخة دي فيها سيرم اللي هو سكر وليمون ومية وكده، تمام. عملت كده حبة سيرم صغيرين. اول حاجة جبت القاعدة ديت لزقتها كده او لميت كده عليها، يعني خطيتها كده بورق فويل ونزلت بيها على معلقة كريم شانتيه كده علشان بيثبت معايا التورتاية ما تتحركش وانا بشكلها. ابتديت بقى ان انا ارص التورت بتاعتي او الانصاص بتاعتي الكيكة بتاعتي، وابتديت ان انا اغطيها بالكريم شانتيه. طبعا المرة دي انا عاملاها بيضة علشان يعني انا بعمل شوكولاتة على طول تغيير، وطبعا جنبية هنا بولة فيها مية دافية بمسح بيها كده الاسباتيولا وبكمل بمسح عشان بيساوي. ضروري قوي ان انت تعملي الخطوه ديت علشان تساوي معاكي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، انا ابتديت ان انا كده اساوي الجناب لان كانت في حته معايا عاليه وفي حته معايا واطيه، ابتديت كده ان انا ايه اساويهم. هي مش كبيره قوي بس يعني الحمد لله حلوه. هنا بقى كده معايا شوكولاته مبشوره، حاولت كده انا احطها من الجناب وسويت الجناب كلها كده. ومعايا هنا كده كريم شانتيه، قلت كده اعمل روزيتات من الجنب، روزيتات ورد كده، حاجة برضو كده ايه تشكيل بسيط بس والله يا جماعة بتفرق يعني. تمام. جيت بقى انا هنا شكلت كده الروزيتات، كنت هعملها شوكولاتة بس غيرت رأيي كده. هنا بقى كده عملت ايه شوكولاتة اللي هي الكونو ديت، يعني حاجة بسيطة كده تفرحي بيها اولادك. وعملت خط كده بالكريم شانتيه شوكولاتة وقسمتها كده وحطيت كده الشوكولاتة اللي هي الكريسبي بالبندق ديت. وجيت بقى هنا بالخلة كده عملت حرف الام وقلبي في النص وحرف الار، يعني محمد ورانيا وقلب كده. ان طبعا انتوا عارفين لنا يعني عيد جوازي وكده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وبأتم صحه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى جاي لكم بقى ايه، انا فرحانه جدا جدا. مش هقدم وصفه النهارده في اول الفيديو، التورتايه اللي انا عاملاها ديت، دي بقى التورتايه اللي انا صورتها معاكم في اول الفيديو، هقطعها معاكم دلوقتي بس اقول لكم بس كلمتين كده الاول. اول حاجه اقول ايه اول حاجه انا مبسوطه جدا جدا جدا، يعني انا قناتي اتفعلت الحمد لله، اللهم لك الحمد، يعني بعد تعب بعد سهر بعد تفكير طويل قوي، ان انا يعني ما كنتش فاكره يعني بعد التعب ده يعني ان انا هوصل للمكان دوت. انا يعتبر عديت اول كده الحمد لله، يعني اللهم لك الحمد بفضل الله وبفضل ناس كتيره قوي 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 بعد ربنا طبعا، وقفت معايا وانا هقول اساميهم دلوقتي بس يا رب ما انساش اسم حد عشان ما حدش يزعل. طبعا الحمد لله انا قناتي اتفعلت الحمد لله، عديت يعتبر اول خطوه اللي هي يعني الخوف اللي هي اول الشروط، وبعد كده ال 4000 ساعه الحمد لله، يعني اللهم لك الحمد. طبعا عايزه اشكر محمد اول حاجه والله العظيم تعب معايا جدا، مش هو ما عملش حاجه يعني بس كفايه اللي هو كان بيستحملني في وقت عصبيتي وفي وقت ما انا يعني في وقت ما انا اكون متضايقه وفي وقت حاجات كتيره قوي مقصره فيها، هو يعني ما مش بيتكلم معايا فيها، وعارف ان انا مضغوطه، عارف ان انا اعصابي تعبانه بسبب مثلا الفيديو نزل ما جابش مشاهدات، بسبب ان انا عايزه قناتي تكبر، قناتي تتفعل بسرعه، يعني عايزه تعبي ما يروحش على الفاضي، هو ساعدني في حاجه زي كده يعني الحمد لله، يعني بشكرك والله يا محمد. انا هعيط لا انا اللي هعيط يا رب ان شاء الله مفيش عياط ومفيش حاجه وحشه كده. طبعا اول حاجه عشان ما اطولش عليكم عايزه اشكر ناس كتيره جدا، اولا واخيرا ابو عدي، شكرا جدا يا ابو عدي ان انت وقفت جنبي وساعدتني، شكرا جدا 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 بجد، يعني لو شكرتك من هنا لحاجات كتيره قوي او للسنه الجايه مش هيوفي بجد، انت حد محترم قوي والله بجد. وكمان اتعرف على محمد، حد محترم قوي ويعني بني ادم كويس، وقف جنبي وساعدني لحد ما القناه بتاعتي اتفعلت. ناس كتيره بقى قوي قوي، ام مصطفى اختي حبيبه قلبي الكبيره، شكرا جدا، بتقف جنبي في العروض وبتعمل لي عروض ويعني بصراحه بتقف جنبي على طول، شكرا جدا يا ام مصطفى اختي الكبيره حبيبه قلبي ما تحرمش منك ابدا. شكرا ايمان حمدي، شكرا دينا، شكرا استاذ محمد منتجات الشعر قناته منتجات الشعر، شكرا جدا برضو ساعدني في كتيره جدا حاجات كتيره قوي. شكرا منى، شكرا كوكي، شكرا ناس كتيره قوي والله، يا مش عايزه انسى اسم اي حد بجد. ايمان، عم سامي ماركت، عم سامي شكرا قوي ليك
حمي سامي طبعا، واكشن، واحمد اكشن ابنه، ناس كتيره قوي، وجنش، ناس كتيره قوي قوي يا جماعه بجد والله العظيم، حاولوا تساعدني بدون مقابل بجد. شكرا جدا جدا لكل الناس ديت، شكرا قوي قوي بجد. جميلكم ده فوق دماغي. اي حد قبل ما فعل، لما قناتي كانت صغيره في المبتدا، اول ما ابتديت، اول اي حد خدني على المنتدى عنده، رفع لي الحفله بتاعته على المنتدى، شكرا جدا، فوق راسي وانتم فوق راسي والله كلكم، واخواتي حبايبي ربنا ما يحرمني منكم ابدا. طبعا الناس بقى اللي هي معانا في الجروب كلها، اللي بتخش معانا، اللي بتخش العرض بتاعي، انا مش حافظه اسامي، بس ناس كتيره جدا معايا في جروب ام مصطفى دول، طبعا انا بشكرهم واحده واحده، واحد واحد. استاذ علي السوري، كنت هنسى، استاذ علي السوري، شكرا جدا جدا يا استاذ علي، برضو من الناس المحترمه ان انا اللي احنا عرفناهم برضو من اليوتيوب، ناس محترمه، وبني ادم سوري بس بني ادم كويس جدا، ويعني بيساعد بدون مقابل بصراحه. شكرا جدا لكل الناس ديت طبعا، والشكر والشكر الكبير جدا فضلا واخيرا لابو عدي استاذ محمد، هو طبعا بصراحه اكتر حد تعب معايا واستحمل عصبيتي، واستحمل يعني كنت ساعات بتكلم معاه حاجات كده على قد مفهوميتي، يقول انت مش فاهمه يا بنتي، القناه بتاخد وقت، القناه يعني كنت فاكره بقى ايه اللي القناه ايه، انا هعمل فيديو زي ما ناس كتير قوي فاكره ان انا بعمل فيديو ناس تاني يوم هقبض او تاني يوم القناه تتفعل. لا خالص والله يا جماعه، بجد 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 الموضوع مرهق جدا، والموضوع متعب جدا. كفايه وقفتك الاكله اللي انت بتعمليها، او الوصفه اللي انت، او التحدي، او اي حاجه انت بتعمليها، الحاجات دي كلها متعبه جدا جدا جدا. والاتعب بقى والحاجات المتعبه اكتر ان انت تنزلي فيديو وما يجيبلكيش مشاهدات، نفسيتك بتتعب، نفسيتك بتقف. بس الحمد لله محمد والله العظيم محيط ربنا، مش عشان هو جوزي ولا عشان هو قاعد معايا، فعلا كان هو اللي بيديني الحماس فعلا ان انا اكمل. ويعني والله العظيم بحب المطبخ عشان هو بيحب المطبخ جدا، والله العظيم بيحب المطبخ قوي، يقول لي يا رانيا اصبري يا بنتي، يعني كان يجيبها لي كده من حاجات تانية، يعني انت مش بتطلعي السلم مره واحده، اصبري لسه ربنا ما قردش ان انت تكملي، لسه يعني اصبري اصبري على رزقك، ما تستعجليش. كان دايما يديني دفعه لقدام، يقول لي الناس اللي كلها اللي كبرت دي ما كبرتش من يوم وليله، يعني فعلا فعلا هو عنده حق فعلا. انا طبعا بقالي من فتره قليله جدا على اليوتيوب، برغم ان انا الحمد لله كله ما فيش حد دخل القناه بتاعتي وقال لي قناتك جميله جدا وانت حد يعني كويس، والحمد لله مقبول، الحمد لله اللهم لك الحمد يعني، ودي حاجه انا اعتز بيها، شهاده اعتز بيها، وشكر طبعا، ويعني حاجه فوق راسي والله يا جماعه. بس انا بشكركم جدا جدا عشان ما اطولش عليكم، شكرا قوي قوي الناس كلها اللي انا قلتها، قلت يعني شكرتهم طبعا، ايمان حمدي ودينا، دينا حبيبه قلبي، مدام دينا وقفت معايا جامد، وطبعا ساعدتني عقبال ما حققت حاجات كتيره قوي، فضلت معايا لحد ما عملت الخطوه الاولى والخطوه الثانيه والخطوه الثالثه، وساعدتني في حاجات كتيره جدا. وبرده مدام ايمان حمدي والله، وام مصطفى، ناس كتيره قوي يا جماعه بجد، يعني انا عايزه اقول لكم برغم ان في ناس كتيره جدعه، يعني ناس كتيره جدعه بتساعدك بدون مقابل، مفيش مصلحه. حابين رنوش او حابين رانيا، اللي هي رانيا مش حابين لمصلحتها، او مصاحبين اللي هي يعني في مصلحه، في ناس كتير قوي بتصاحب للمصالح طبعا، الناس دي الله يكفينا ويبعدهم عننا، يعني يكفينا شرهم. والناس بقى يعني برضو ربنا نصفني قدامهم والله العظيم. موضوع القناه ده يا جماعه انا كنت مقلقه منه جدا، انا كنت خايفه منه جدا جدا جدا، ماشي دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي ربنا يعني والله اللهم لك الحمد، الحمد لله يعني فضل الله، يعني بفضلكم انتوا طبعا ان انتوا كبرتوني، وان شاء الله هكبر بيكم ومعاكم، عمري ما هتغير على اي حد فيكم الحمد لله، ربنا يندمها نعمه كده علينا كلنا، ونحب بعض بدون اي مصلحه وبدون اي حاجه، دي نعمه حلوه قوي يا جماعه، ربنا مدهلنا ان احنا نحب بعض بدون اي مصلحه، يعني لوجه الله كده، وده اللي انا بعمله مع اي حد او مع الناس اللي انا عارفاها. تمام. الحاجه الثانيه ان ربنا نصفني والحمد لله، يعني نصفني قدام ناس كتير كانت مستنيه وقعتي، والناس دي هم عارفين نفسهم كويس قوي. تمام. بدون ذكر اسماء، الناس دي بجد بجد ما بيحبونيش والله يا جماعه، ما بيحبوش رانيا، مش عايزين يشوفوها كويسه، مش عايزين يشوفوني ابقى يعني حاجه قدام. تمام. فهم فعلا كانوا مستنيين وقعتي، اللي انا ما كملش، ان انا اقفل القناه، اللي انا مشاهداتها قليله بقى، احنا مشاهداتنا مش عارفه، كانوا مستنيين كده، لكن طبعا ربنا نصفني قدامهم والله العظيم مش حاجه. بس انا فرحانه
مش فرحانه اكتر من القرارات اتفعلت، فرحانه اكتر يعني مش قد ما يعني اللي انا ربنا نصفني قدام ناس كتيره جدا 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 كانت مستنيه وقعتي وما كانتش عايزاني انجح في موضوع القناه دوت. تمام، بس الحمد لله الحمد لله ربنا طبعا ما بيعملش حاجه وحشه وكرمني ونصفني قدام ناس كتيره قوي، اللهم لك الحمد. طبعا الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني مليون والف الف الف مره احمد ربنا، ودي نعمه اللي انا ربنا مديني ناس زيكم جميله وبتدعمني، وبشكر كل حد انا ما اعرفوش يا جماعه دخل عمل لي اشتراك بدون ما يعرفني، مجرد بس ما شافني كده على الشاشه بتكلم او بعمل وصفه وعمل لي اشتراك وارتاح لي وحبني وداس كده وعمل لي اشتراك وكمان عمل لي لايك وعمل لي كومنت جميل وجبر بخاطري بكلمه، شكرا جدا جدا ليكوا اعرفوا او ما اعرفوش بجد فوق راسي والله كلكم، اي حد عندي في القناه صغير وكبير كلكم فوق دماغي يا جماعه، وانا بشكركم كلكم جدا جدا جدا. محمد هينام النهارده بقى انا ايه قلنا بقى نعمل احتفال كده بسيط كده حاجه على قدنا يعني كده، عملت التورتايه ديت وعملت مكرونه بشاميل وعملت فراخ مشويه وحاجه ساقعه بقى وكده، قلت اروق على محمد كده حاجه بسيطه مننا كده بعضنا انا وجوزي وعيالي بس مفيش حد معانا الحمد لله. طبعا انا هم عندي بالدنيا كلها وخصوصا محمد، محمد دايما واقف معايا والله العظيم بجد يا جماعه والله العظيم. ربنا يخليك ليا يا محمد، شكرا قوي، شكرا يا محمد ربنا يخليك ليا قلبك والله العظيم من قلبي يا فوزي، والله من قلبي والله من قلبي اكيد من قلبي يعني. وعلى فكره يا جماعه انا بحتفل ربنا فرحني مرتين، انا نسيت خالص انا كنت هقفل من غير ما اقول يعني انا قناتي اتفعلت يوم عيد جوازي اللي هو امبارح، انا عيد جوازي كان امبارح يعني انا والله العظيم عيد جوازي كان امبارح. ربنا فرحني مرتين ان انا عملت التورتايه دي احتفلت بيها قلت نحتفل بيها عيد جوازي وتفعيل القناه، فاهم يعني مرتين الحمد لله انا فرحت مرتين يوم عيد جوازي ويوم تفعيل القناه الحمد لله. كل سنه وانت يا حبيبي. انت يا الوحيد اصل انا متكسف في الحاجات. شكرا جدا يا حبايبي، عشان ما اطولش عليكم عشان الاكل برد عشان محمد هيجوع، بس قبل ما اقفل هوريكم التورته اللي انا عملتها معاكم، هوريكم قد ايه هي جميله وقد ايه طعمها لذيذ جدا. لا ما انا هقطعها عشان انا هقطف الاول. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اصورها الاول. خلاص مش لازم تقطعيها بقى، خلاص قطعها كده اطلعها كمان بالروزتات كمان بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا يا جماعه التورته اهي اللي انا عملتها، حاجه كده وصف والله، حاجه كده جميله، شايفين الحته عامله ازاي والكونو بقى فوقيها وشكلها جميل قوي، بصوا شكلها جميل قوي. انا جوع. حاجه بسيطه كده والله يعني انا قلت ايه افرح ولادي وافرح جوزي كده ويعني نحتفل مع بعض، هم عندي بالدنيا كلها. يلا عشان هاني الفيديو معاكم طبعا، شكرا جدا جدا حبايب قلبي، متشكره قوي قوي. محمد خلاص جاع. متشكره قوي قوي حبايبي بجد، كلكم فوق دماغي والناس كلها، عشان ما انساش حد يا جماعه، الناس كلها اللي انا ما قلتش اساميها ما حدش يزعل، كلكم فوق دماغي، ممكن انا اكون نسيت اسم او حاجه بس بجد كلكم فوق دماغي عشان ما حدش يزعل. انا عايزه اشكر امي والدتي وعايزه اشكر اختي ساره حبيبه قلبي، بشكرك قوي يا ساره بجد، برغم ان هي ما عندهاش نت في البيت وما عندهاش نت ويعني بتخش والله وتشوف الفيديو وتعلق لي وتعملي لايك، وحبيبه قلبي يا ساره شكرا جدا ليكي يا قلبي، بشكرك قوي حبيبه قلبي. وبشكر طبعا ولادي رودينا ومعاذ بشكرهم جدا، وبشكر نوره اختي شكرا يا نوره، برده نوره برده بتخش برده تدعمني تعمل يعني تحاول تفرحني بحاجات كتيره قوي، بشكر امي وبشكر اخواتي كلهم عامه، بس يعني نوره وساره الاخص اللي دايما مهتمين بموضوع القناه وكده، وبشكر بولا طبعا حبيب قلبي بولتي ابن اختي بلال، شكرا يا بلال.
وبشكر ناس كتيره قوي، بشكر حمايه، بشكر حماتي، بشكر اخواتي كلهم، اخوات جوزي، اي حد عرف ان انا عندي قناه ودخل يدعمني يا جماعه والله العظيم قريب او غريب شكرا، وكلكم يعني كلكم فوق دماغي، وبشكركم جدا 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 يا جماعه. جميلكم على راسي من فوق، وبشكر وقفتكم معايا. وان شاء الله يعني ده يعني الخير لما بيعم على الكل. اشكر ابو عدي بقى، واشكر ابو عدي، وان شاء الله عن قريب اعمل عليك سطو مسلح في بيتك ان شاء الله عن قريب باذن الله. ماشي حبايب قلبي، متشكره جدا ليكم، ودلوقتي بقى ان شاء الله اقفل معاكم بقى الفيديو وخلص معاكم الفيديو، واقول لكم بقى يلا مع السلامه، وان شاء الله ما تنسونيش بقى تعملوا لايك للفيديو ده كتير قوي، وتطلعوه كده وتوصلوه لاكبر عدد، وكمان تعملوا اشتراك لو انت مش مشترك خش اشتركي. ويلا حبايب قلبي اشوفكم في فيديو جديد، يلا مع السلامه. سلام عليكم. مع السلامه، باي باي.